محملين بغنائم كبيرة. المنتخب التايلاندي يرسل كرة، الله الله، المنتخب التايلاندي يسجل هدف. هذا اللاعب البديل يا دوب نزل وسجل، وشو حكاية البدلاء اليوم؟ لأن المنتخب الكويتي البديل أول ما نزل اللي هو حمد أمان سجل، والآن اللاعب التايلندي شانكيب أول لمسة يعني على طول مباشرة سجل. نعم شانكيب من أول لمسة أرسل كرة وسجل. شوف 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 المحاولة، شوف الاستلام، أرسلها بهذه الصورة صعبة على نواف الخالدي. أصبحت الأمور الآن 3-1، لكن شوط ثاني يفرقون فيه البدلاء، يفرقون فيه البدلاء. البدلاء لما ينزلون يسجلون، وقد سجل لاعب المنتخب التايلندي في هذه اللحظات وزار شباك المنتخب الكويتي واهتزت المدرجات التايلندية.